خليني اقرا قصيد للعربي الجاسمي. حكم مشوم والموت يغرف ويحوم، امس قال له تعلم عوم يا كليبيست يا مغروم، لزوا للموت المحتوم غرق وغرقها في هموم، وعاود يتحدانا اليوم ومحمي بقانونه مرسوم، واخر صوره في الالبوم بكرتوش وقاتل معلوم على الخبزة في دمه يعوم، مات على حق المحروم يا زوالي يا مظلوم، لا تبيع لا تشري لا تسوم، ولا بقيت تصلي لا تصوم، والعيشة بصلى معثوم، وقدرك في الزبلة مردوم، ولا تنقد حاكم لا تلوم، والفم مسكر مضموم، وانت متحير مصدوم، كانت عارض طار النوم، والعيشة قهر مع هموم، ومستقبل أظلم ملغوم، مولانا قاد الهجوم، نعم الطرد المسموم، وقراره واضح محسوم، ينحي اللقمة من البلعوم، ودستور مزيف مرقوم، فرضه بقرادات النجوم، لا معقول ولا مفهوم، ما تخافش لا حال يدوم، ولا تقبل ضيم ولا تروم، يبات غالب يصبح مهزوم، وربي ينصر المظلوم، ورد الحق المهضوم، ويكشف الكذب المزعوم، وترجع تصلي وتصوم، وتبيع وتشري وتسوم، تعنقر راسك بالمشموم، وحلمك غيمة فوق غيوم. هذا قصيد العربي القاسمي، وتحية للعربي القاسمي، قصيد على هامش الحادثة الأليمة التي ذهب ضحيتها الشاب منتصر، هو اسمه محسن الزياني الله